باسم الأب والابن والروح القدس. محاضرتنا اليوم عنوانها كيف تربح الناس؟ كيف تربح الناس؟ سعيد هو الإنسان اللي كل يوم من حياته يكسب حد جديد، ومسكين اللي كل يوم من حياته يخسر بعض الناس. بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 9:22: صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. يعني اللي يجي للإقناع بالكتاب المقدس أكلمه بالكتاب المقدس، اللي يجي بالفلسفة والمنطق أكلمه بالفلسفة والمنطق، اللي يجي بطرق تانية أجيبه بطرق تانية، لكن المهم إن أنا أربح على كل حال قوما. يعني اللي عايز يكسب الناس ياخد كل واحد على طبعه، يعني الصغار ياخدهم على عقلهم، والكبار ياخدهم على مستواهم، والصعيدة ياخدهم على طبعهم. طبعهم كويس يعني. والمثقفون ياخدهم على مستواهم الثقافي، والجهال ياخدهم على مستواهم. طرق كثيرة لكسب الناس، منها اللبس والرقة والعطاء والاحتمال. عايز أكلمكم عن بند من دول، وهو اللبس. هو تفتكر واحد عنده اللبس يعني كن لطيفا فيمكنك أن تكسب غيرك؟ والكتاب بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض في أفسس 4:12. فما هو اللطف؟ اللطف هو البعد عن الخشونة وعن العنف وعن القسوة وعن التوبيخ الصعب والتعالي على الناس. ده من الناحية السلبية. والناحية الإيجابية الرقة والوداعة وعدم الضغط على الغير وعدم إرغام شخص ضد حرية إرادته، البعد عن كل الأمور المنفرة. نشوف مثلا السيد المسيح وكيف كان يتعامل. طبعا أنت ممكن تبقى لطيف جدا مع الناس الكويسين اللي مستواهم كويس، لكن المهم هل تستطيع أن تكون لطيفا مع المخطئين ومع المسيئين ومع الخطاة والأشرار إن قابلتهم؟ نشوف مثال السيد المسيح. السيد المسيح تقابل مع المرأة السامرية وكانت إنسانة خاطئة، حاشرت 5 رجال بالطريق الخاطئة، واللي قاعد معاها مش حلال ليها. يجي السيد المسيح يقابلها ويطلب منها أن تعمل فيه خير، أعطيني لأشرب. قالت له: إزاي بتكلم معايا واليهود لا يعاملون السامريين وإنت يهود وأنا سامري؟ فقال لها: لو كنت تعرف مين اللي بيكلمك كنت تطلب منه ماء الماء الحي. ودي تفهم يا رب في الماء الحي دي. فسألته، فقال لها: اذهبي وادعي زوجك. وهو عارف من الهجر. فقالت له: ليس لي زوج. قال لها: حسنا قلت إنه ليس لك زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو لك. وكلمة 5 أزواج كلمة رقيقة جدا من السيد المسيح، لأنهم مش أزواج. المرأة تعجبت من أنه يكلمها بالشكل ده، وقالت له: أرى أنك نبي. وذهبت تبشر به لشعبها وتقول لهم: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يعني اللبس خلاها تتحول إلى مبشرة، ولأنها تثق بهذا الرجل اللي كلمها على أسرارها بدون أخذ الشعر، فهو كسبها بهذه الطريقة. أيضا المرأة اللي جت غسلت قدميه بدموعها
ومسحتهما بشعر رأسها. يقول الكتاب: وكانت هناك امرأة خاطئة في المدينة، يعني امرأة معروف انها سيرتها بطالة، استقبلها في بيت الفريسي، والفريسي بس واستعجب، قال: لو كان هذا الإنسان بتاع ربنا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها خاطئة. لكن طريقة السيد المسيح مع الخطاة غير الطريقة بتاعتنا. السيد المسيح إذا رأى خاطئا لا يحطمه، إنما يحاول أن يتوبه ويكسبه. لو حطمه استفاد إيه؟ ولا حاجة. لكن صلحه وكسبه يبقى حاجة مظبوطة. وامتدح هذه المرأة. كذلك المرأة المضبوطة في ذات الفعل التي أراد اليهود أن يرجموها، وقالوا له: إيه رأيك؟ مش دي ترجم حسب شريعة موسى؟ ثم لبتوا الشريعة على حاجة. طب المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل، مدام في ذات الفعل يبقى في راجل معاها، طب الراجل ده سابوه ليه؟ ومسكوا في المرأة دي واتبهدلت عيني. فلما سأل السيد المسيح: إيه رأيك ترجمها؟ قال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. كل واحد قام يبص للسيد المسيح، كان يكتب له خطيته على الأرض ياخد بعضه ويمشي لغاية ما كلهم مشي. بصتها السيد المسيح وقال لها: فين الناس اللي حكموا عليكم بأنهم حد؟ قالت: مش باين حد. قال لها: ولا أنا أيضا أدين، ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي بمخيل غيرك. نفس الوضع عمله المسيح مع زكا العشار. كل العشارين دول كانوا ناس خطار، كانوا يجمعوا العشور بالعنف وبالسرقة وكل حاجة. السيد المسيح كسب زكا ازاي؟ هل وبخوا على أخطائه؟ أبدا، بكل لطف. قال له: أنا الليلة عايز أبات في بيتك. دخل الرجل مصر. هذا الشخص العظيم اللي يمشي وراه الناس كلها اللي يمشي بيتي. فقال له: أنا دلوقتي نصف أموالي أعطيها من الفقراء، وإن كنت ظلمت أحد في شيء أرد أربع أضعاف. اليهود لاموا المسيح أن يدخل بيت رجل عشار. قال لهم: أليس هذا أيضا ابن إبراهيم؟ وقال لهم: أنا ما جئت لأدين العالم بل أخلص العالم. السيد المسيح في اليوم الأخير لتجسده على الأرض خد ثلاث تلاميذ معاه من الكبار، ما قدروش يسهروا معاه ساعة واحدة وناموا. قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معاه ساعة واحدة؟ معلش، إن جسدكم ضعيف لكم روحكم قوي، أما الجسد فضعيف وأما الروح فقوي. اللي بيحصل إن ممكن الواحد يوبخ آخر، لكن أنت ما تكسبوش بالتوبيخ، أنت تكسبه بروحك الطيبة. يعني ليس تبكيتك للإنسان هو اللي يجعلك تكسبه، لكن إن أدلت بطريقة لطيفة يخليه هو يبكت نفسه على خطاياه، الحالة دي هو هيخلص. الآب في رجوع الابن الضال ما استقبلوش بطريقة عنيفة، اللي ورثه بالحياة وضيع فلوسه بطريقة مسرفة. فإنما لما رأى من بعيد ركض إليه واحتضنه وأكرمه وذبح له العجل المسمن بالطريقة اللطيفة. ممكن إنك أنت تكسب الناس. لا تحتقر الضعفاء، بل بالحري تشجعهم، زي ما قال الكتاب: اسندوا الضعفاء، شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الجميع. ما تكسبش الناس بأنك تلاقي واحد خاطئ تفضل توبخ فيه وتمسح به الأرض. طب دي ما توصلوش للسماء أبدا ولا ليك، تخسره، تخسر مصيره. بالعنف يخسر الناس أحبائهم،
وبالأسلوب اللطيف يكسبوا حتى أعدائهم. يعني تعيش بالرقة بالزور بالوداع بالاتباع تكسب الناس. لو كنت شخصا نفورا تبقى شخص منفر للآخرين. لازم تكون باستمرار في ابتسامة على وجهك تقابل بها الناس، لا تعبس في وجوه الآخرين مهما كانوا. ده في ناس يقول لك على الشخص اللي بيكشر ده المثل البلدي، يقول لك وشه يقطع الخميرة من البيت، يعني ما يلاقوش أكل. ما أشد قسوة بعض المتدينين في الدفاع عن الحق أو ما يظنونه حق. يعني ساعات بعض الآباء يعني يجوا حد يعترف عليهم، وأول ما يعترف بحاجة صعبة شوية يقولوا إيه ده؟ أنت وصلت لهذا المستوى؟ ده هيحرم يجي يعترف عليه مرة تاني. كان يقابله بهدوء وبلطف تمر الحكاية. أو بنت تيجي تتناول ومش موضبة الروش على شفايف ساعة المناولة ويحركها أمام زملائها بكلام صعب. طب يا أبونا أنت متفهمش في الحاجات، عايز توبخها مش قصاد الناس. اللي بيوبخك أمام الناس بيخسرك، واللي يوبخك بينك وبينه وبطريقة هادية يكسبك، واللي ما يوبخكش خالص أحسن. الناس غاويين يوبخوا الآخرين دون أن يوبخوا أنفسهم أولا. في مزمور 103 يقول الرب رحوم رؤوف، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. ليه؟ لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. يعني مش بس لا يبكت، إنما أيضا يعذر. وده الكلام اللي بنقوله في الجنازات لما يموت واحد ونطلب المغفرة ليه، نقول للناس دول اللي ماتوا لربنا عشان يغفر لهم، لأنهم لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. انت عارف يا رب الجسد وحروبه وهذا العالم وحروبه، ودول لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. كون انك انت لما تعذر الخاطئ ده شيء كويس. في قصة عن إليشع النبي، كان مرة أرملة استضافته في بيتها وهو لا ما عندهاش عيال فصلى لها. المهم ان في يوم من الايام، يعني صلى لها قبل ان تترمل، يعني في يوم من الايام إليشع قاعد في سكته وجات المرأة دي وارتمت على قدميه. ترمزوا بس إلاتي النبي تعمليه بالشكل ده، امشي بعيد. فغسله إليشع قال له اتركها، انها فعلت هذا لأن نفسها مريرة، والرب لم يخبرني. قال لها مالك يا بنتي؟ قالت له أنا يا سيدي طلبت منك أن يجيني ولد، أنت اللي صليت يجي لي ولد، هو الولد راح. فقام إليشع بعد أن عذرها دي عملت كده لأن نفسها مرة، وقال للتلميذ وجهدي خد العصاية بتاعتي وحطها على رأس الولد. عصا إليشع عليها قوتها في إيد إليشع، لكن ما يكونش ليها قوة في إيد جهزة، لأن بتاخد قوتها من إليشع النبي. وراح إليشع وأقام الولد، لكن عذرها فيما حدث منه. السيد المسيح ماشي في الحق، فوجدوا شجرة بقالها 3 سنين لم تعطي ثمر، فالزارع بتاع الحق قال له هل تشاء ان احنا نخلعها ونريح الارض منها؟ قال له لا، اصبر عليها السنه، نصبر عليها السنه الجايه وننقب حولها
ونضع ذبلا ونرويها، فإن جاءت بثمر جائد يعني نديها فرصة أخرى. السيد المسيح ما عملش الحاجات دي كلها لمجرد هذه الأشياء، وإنما وراء كل قصة في درس بيدهن. لما عثر التلاميذ اللي لم يستطيعوا أن يسهروا ساعة واحدة عشان يدينا فرصة أن احنا نعثر الناس، ولما صبر على الشجرة دي يدينا فرصة أن احنا نصبر على الناس، ولما كلم الناس بطريقة لطيفة عشان يعلمنا أن احنا نكلم الناس بطريقة لطيفة، لما كان بيسلك برقة واتضاع عشان يورينا أن احنا لازم نسلك برقة واتضاع، لما ما كانش بيوبخ كتير عشان يعلمنا أن احنا ما نوبخش كتير، وأحيانا ما كانش بيوبخ خالص، ولما كانت الظروف تدعو للتوبيخ كانت بطريقة هادئة، ولما كان ما يجرحش شعور غيره عشان يعلمنا أن احنا لا نجرح شعور غيرنا حتى أشد القطاع خطيئة. في طرق كثيرة يكسب بها الناس، ومن ضمنها الحكمة. سليمان الحكيم مرة أتته امرأتان، كل امرأة تقول الطفل ده بتاعي أنا، فيعمل إيه؟ بصلهم وقال لهم طيب أنا أشق الواد نصين وكل واحد ياخد نص. فواحدة منهم قالت موافقة، والتانية قالت له لا ما تمسش الواد، تاخده الست التانية تاخده بس أنت ما تعملش فيها شر. فعرف إن دي أمه الحقيقية فداها الطفل. في قصة عن الحيوانات، قيل إن أسد وذئب وثعلب مشيوا أصدقاء في الغابة، فصادوا حمار وخروف وديك، وبعدين الأسد قال للذئب قسم أيها الذئب قسم بيني، قال له الأمر واضح يا مولاي، الحمار الكبير ده لجلالتك والخروف الوسطاني ده ليا والديك للثعلب. فبص وقال له تعطيني الحمار اللي هو لحمه أوحش لحم في الدنيا، وتاخد انت الخروف، وراح ضربه ضربه طير راسه. وبعدين قال للثعلب قسم انت ايها الثعلب، قال له الامر واضح يا مولاي، الحمار ده تتغدى بيه والخروف تتعشى بيه والديك تمزمز بيه بين الاكلتين. فانبسط الاسد. فانبسط الأسد وقال له من أين تعلمت الحكمة أيها الثعلب؟ قال له تعلمتها من رأس الذئب الطائر عن وشته. عشان تكسب الناس ترضيهم، الراجل ده يحب الأكل نديله الأكل، عايز الأكل كلها نديله الأكل كلها ولا ننافسه. إذا أردت أن تكسب الناس لا تنافس الناس في طريق الحياة، افسح لهم الطريق لكي يمروا. إن أردت أن تكسب الناس لا تكن ريحا عاصفة ولا زوبعة، إنما تمر على الحياة كالنسيم الهادئ ذو الرائحة الطيبة، فالناس يكسبوك. لكن عايز تعمل فن وانك انت جامد تخسر الناس، اديهم فرصة انهم يمروا ولا تزاحمهم في طريق الحياة، وان نافسوك اعطيهم الفرصة فيحبونك وانت رزقك الرب. اتفضلوا.